صباح الخير الفنانة القديرة الأستاذة والسيدة رانيا سيروتي، من لا يعرفها من خلال التمن، من لا يعرفها من خلال أسرار الماضي والنفق، من لا يعرفها في السينما بصوت الملائكة ومن خلال المسرح جثة مطوقة. نقدر نقول هي من نجمة الصف الأول. هكذا صباحك سعيد أولا، صباحك أسعد وكل أختي، عام وأنت بألف خير إن شاء الله. بمناسبة يوم الفنان. ماذا تقولين في هذا اليوم؟ نقول صباح الخير بهذه المناسبة. نتمنى لكل الفنانين الجزائريين وفنانين العالم بصفة عامة، نتمنى لهم إن شاء الله حياة أكثر صحة، إن شاء الله صحة جيدة بطوال العمر إن شاء الله. أيضا نتمنى لهم العمل والمثابرة، نتمنى لهم يكونوا في حالة وضعية اجتماعية أحسن، نتمنى لهم يكونوا في عطاء، في مثابرة إن شاء الله، لأنه يعني من الصعب جدا بالنسبة للفنان أنه يكون فنان وما يكونش مبدع، يعني هذه فينيسيون كبيرة كما يقولوا. نقول لكم صباح الخير وكل عام وانتم بخير. طيب رانيا، أكثر من 30 سنة وأنت أمام البلاطوهات من خلال السينما والتلفزيون والمسرح، العديد من الأدوار، كيف ترى هذه المسيرة رانيا سيروني بعد هذا العطاء؟ يعني عطاء، ماشي عطاء كبير، خاطر حياة الفنان لا تعد بعدد السنوات. يعني احنا شفنا بلي كاين ناس قادرين يكونوا عندهم عدد كبير من السنوات لكن رصيدهم ما يكونش كبير. يعني تعد عامة ب لا كاليتي، يعني نوعية المنتوج اللي تقدمه، الأعمال الفنية يعني أكيد، وأيضا التجاوب تاع الجمهور ويعني مدى حب الجمهور ليك، هذاك اللي يخليك يمكن تحسي روحك باللي قدمتي عمل. يعني انا هذا هو المعيار تاعي. بالنسبه للمشاركات، يعني كانت مشاركات عديده الحمد لله، نفتخر اني تعاملت مع ناس مع نجوم كبار الله يبارك عليهم، كاين اللي مازالهم حيين وكاين اللي توفى والله يرحمهم ويسع عليهم. فقدنا يعني حقيقه الكثير من الفنانين خاصة في الآونة الأخيرة، ربي يرحمهم ويسع عليهم كامل. أيضا كاين جيل جديد الله يبارك راهو طالع، كاين قدرات كاين طاقات، نتمنوا لتبقى هذيك الصلة، تبقى كما يقول لك نقل التجربة وأيضا توجيه، مع أنه مازال يعني عندنا طريق طويلة لكن نساهموا أيضا في هذا الجانب باعتباري أستاذة في الفنون الدرامية أيضا من جهة أخرى. نساهموا يعني بالقدر اللي نقدروا باش نحسنوا ونسويوا النقائص اللي كاينه في فن التمثيل بصفه خاصه، وربما مساهمه كل العاملين لها في هذا الشان في التخصصات الاخرى الخاصين في صناعه السينما والسينما والمسرح طيب بما انك استاذه كذلك في الفنون الدراميه وانت صاحبه خبره طويله، ماذا عن التواصل بين الأجيال؟ هل تشعر رانيا أنه هناك اليوم تواصل وحمل المشعل للجيل القادم؟ يعني بكل صراحة باش ما ندخلوش في الديماغوجية، يعني الصلة موجودة باش تكون، ما كانش يعني أكيد موجودة لكن كاين انقطاع، ما كانش يعني مناسبات ومشاريع كبيرة تخليك يعني تكوني في الساحة مع الناس يكون فيه عطاء وتجاوب، وحتى احنا نتعلموا يعني من جيل جديد. بين أجيال ما كانش هذاك الرابط، ما كانش حتى هذه الفرصة يعني باش تكون فيها تواصل، وكأنه صرا انقطاع خاصة يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي خرجوا هذوك الصراعات الجانبية اللي أنا يعني بالنسبة لي يعني هي صراعات ما عندها حتى أهمية، ولا بالعكس يعني هذا جامل، هذا جامل ميدان هذا وهذا ما دارش هكذا، مع أني يعني في الميدان ومتخصصة ودرت دراسات عليا، إلا أن الميدان الفني ما يقدرش يكون حكر على نخبة ولا على مجموعة معينة، هو مفتوح للجميع. المشكل ما راهوش في الإنسان في حد ذاته، أنا شابة جاتني فرصة أني نعبر على نفسي ولا أني يكون عندي دور، أكيد ما راحش ترجع للور، أكيد راح كما يقول لك نطير من الفرحة ونروح. المشكل راهو في القائم على الشأن الثقافي اللي لازم يكون سلم فقط للتقييم، سلم قيمي مش قال كل واحد ومكانته، وهكذا الناس قاعد تحكي تحفظ المكانة
ما يكونش هذا الصراع. حتى بالنسبه للمحترفين ما يقولكش على هذا جا وشكون دالو بلاصتو، ما كان حتى واحد يدي بلاصتو واحد. بصح كي يكون كاين ثوابت، كاين نظام، كاين تنظيم، يخلي الناس عندهم تحترم سلم معين وكل واحد ومكانته، ان شاء الله المجال مفتوح للناس كامل. طيب رانيا، خلينا نتحدثوا مدام باش ما تحطوش كما قلتي بديماغوجية. نعرف انه اليوم الفنان الدوله حريصه على اخذه بكل جوانبه، وشفنا يعني تكفل بنجوم عده من الفنانين على راسهم القدير صالح قروت اللي نحييه في هذا اليوم، والمؤسسه العموميه للتلفزيون الجزائري قامت بزياره الى الفنان القدير الى بيته. اليوم ما الذي يحتاجه الفنان لاعطاء اكثر للفن الجزائري ولخدمة الثقافة والفن الجزائري في كل مجالات رانيا؟ يعني باش نكونوا صادقين مع نفسنا، احنا في مختلف البلاطوهات اللي حضرت فيهم كنت دائما ننقد، يعني نقول باللي ما كانش اراده سياسيه، ما كانش هكذا. بصح يعني نقدر نقولوا الان باللي الاراده السياسيه موجوده، يعني بكل صراحه قرارات كثيره، انجازات كبيره. هذا الشيء يشرفنا يعني، ويجعلنا نحسوا روحنا اننا حتكون عندنا ان شاء الله شان اخر في المستقبل، يعني من احسن الى الافضل ان شاء الله. القرارات موجوده، الاراده موجوده. كي تكون اراده تكون رغبه، ويكون كاين فكره راح تجسد ان شاء الله، يبقى فقط التطبيق ان شاء الله يكون في المستوى من خلال الفنانين. التطبيق لا تكتل اكثر، يعني ليس الفنانين فقط، لان هناك تنظيم كبير، هناك لجان، هناك تنسيق بين مختلف الاعمال. يعني ما تقدرش تخيلي المجهودات الكبيره اللي راهي تكون في الكواليس قبل ما تلحق للفنان. يعني الفنان كاخر حلقه راه هو يواجه الجمهور ويقابل بالعمل هذا كله. كاين مجهودات كبيره كما قلتي مقبل عده مشاريع، يعني كان بادر بها السيد رئيس الجمهوريه، مشاريع كما يقولوا انشاء ثانويه انشاء ثانويه فنيه. هذا يعني بالرغم من النقائص والمشاكل في بدايتها يعني اكيد، لكن لازم نحرصوا 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 بطريقه يعني كبيره على تجسيد هذه المشاريع، وعلى الناس اللي مهتمين بهذه المشاريع باش تكون النتائج احسن ايجابيه، يعني ايجابيه أحسن. لانه اكيد راح تكون نقائص، نقائص راح تكون باسكو بدايه، اي بدايه تكون فيها نقائص، لكن الاهم شيء هو اللبنه، اللبنه الاولى اللفات اللي وضعت. هذا شيء اهم، خاصه وان الجزائر في الاونه الاخيره عاودت حاولت تسترجع المكانه تاعها، وراهي تسترجعها الله يبارك. راني نشوفوا حتى من الجانب السياسي، والبارح يمكن الانتخاب الجزائري في عضو مجلس الامن لسنتين، عندنا مكانه دوليه غير دائم. يعني العمل راهو كبير على قدم وساق على المشاغل الدوله الجزائريه، نعم مشاغل المستوى الداخلي حتى المستوى الخارجي. وهذا مهم جدا انه يمر ايضا، نرجع للفنان عن طريق الفنان. لماذا؟ لان الفنان هو الصوت تاع البلد تاعو، وهو اللي يعبر، هو اللي يعكس لك مرآة، تعكس لك المجتمع، مرآة الثقافة، مرآة المستوى الاجتماعي. هذا يعني كما يقول لك جانب ما نجهلوهش، ما كانش غير الثقافة والفن والتعبير، وكاين ثانيك لازم الناس تعيش. كاين جانب أيضا اقتصادي، يعني الإنسان هذا لما يعكس لك مرآة، يكون مرآة للمجتمع ويعكس المجتمع تاعو بمكانته الاجتماعية، بثقافته، بحضارته، بسلوكه، برموزه، وأيضا بالجانب الفني والإبداعي. هذا يكون يعني كل يعني كما يقول لك احنا كامل نسعوا ليه كأفراد، كمجتمع، كدولة، وهذا الشيء راح يخلينا على مصف يعني الدول. كيشتي بلي درك الحرب قائمة، وحرب كبيرة وجد عنيفة يعني في هذا المجال، عن طريق ايضا مواقع التواصل الاجتماعي، خاصه مع يعني التطور التكنولوجي هذا اللي خلانا رانا نتلاقاو باعداء، اعداء حتى وان كانوا فيرتوال كما يقولوا، افتراضيين، الا انهم اعداء موجودين يعني، ويأثروا على اولادنا والاجيال القادمه. يعني لما نكونوا حنايا في الواجهه، لازم على الاقل تعطيني الامكانيه باش نقدر انا نواجه ونوقف. صحيح. وتكون عندي مكانتي وعندي كلمتي وعندي سمعتي كجزائريه. صحيح. حره، وايضا كامراه، وايضا كفاعله في المجتمع.
على ذكر ذلك كذلك، لأن الجزائر اليوم تتعرض إلى سرقة ممنهجة لثقافتها ولتراثها، سواء في أكيد. اللباس أو في الأكل التقليدي، سواء حتى في الموسيقى تنسب إلى دول أخرى. أكيد. يعني هذا دور كذلك الفنان اليوم، أنه يحافظ ويستغل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الوجود فيه. تفضلي يا رانيا. تفضلك. شوفي باش نرجعوا لهذه النقطة. كي تشوفي مثلا مسلسل فقط واحد يكون مكتوب بطريقة درامية مليحة ويكون عنده وزنه ويكون يشمل كل المجالات من خلال هذا، كي تفتحي تهضروا على السوق الثقافية، مسلسل واحد يعني يقدر ينقل لك العديد من الأشياء، التراث، الطبخ، يعني من حيث اللباس، الطبخ، اللغة، السلوكات، المعاملات، السياحه، تعرفي ببلادك ايضا، تشوفي مثلا كي تشوفي باش ما نذكرش يعني الدول الاخرى، اي مسلسل تشوفيه والناس راهي فهمتني، يعني المسلسلات من اي بلد كان اللي نتفرجوها دركا، في تاثير ترويج السياحه، تاثير حتى ولات بعض العادات، العادات تشبه تلك الدول الخاصه يعني بهذوك الدول، ولا الناس دركا يعتمدوها يعني هذا. معليش نكونوا مفتوحين نحو العالم، بصح تكون عندنا خصوصياتنا، والخصوصيات ما لازمش تروح، لان اي واحد حتى وان نجح على المستوى العالمي لازم تكون عنده خصوصيات ينطلق منها، لازم تكون ارضيه باش كي يضرب رجله وينطلق. صحيح الا كان ما كانش وين يضرب رجله، لي لون كما يقول لك ما يكونش بعيد، هذه ما يقدرش يعني يرتقي وينقز يدير قفزه نوعيه. هذه يعني اهم شيء، تشوفي من خلال مسلسل واحد صناعة كاملة، تجارة، ترويج للألبسة، للأغذية، للأطباق، للتقاليد، للأغنية، شوفي حتى ولو يدخلوا في كل مسلسل، لاحظت يدخلوا لك مثلا كاتب أديب معروف كتاب قالوا شكي تقرأ لبغى حتى في هكذا قاعدة برك يجي هكذا حتى في 40 ثانية 40 ثانية معليش قالوا شكي تقرأ أنا نقرأ لهذاك الفلاني، يدخلوا هذا الأمور نقرأ وسيلة يعني نقرا مثلا وسيني العرج، احلام صغاني، احلام صغاني، اسيا جبار، نقرا لعبد العزيز بوبكير الله يرحمه، نقرا يعني هذه يعني كلها اسماء نروجوا لها اكيد. احنا لحقنا مثلا في المسلسل نقول لك بون ما لازم تكون عندك راك قاعد، بون واش نقدر ندير كون نكون قاعده ابار نشرب القهوه، احنا عندنا بزاف قعدات تاع القهوه في المسلسلات، قال نقرا كتاب، شوفوا كتاب ماشي مدروسه، شوفوا لها كتاب، يجيبوا اي كتاب، وعاده تكون دائما مكتوب باللغه الفرنسيه، يعني كتاب غير جزائري، ونقراو هكذا باش نلعبوا هذيك اللقطه. ما لازمش نخلوا ولا طغرة. شيء ولا شيء للصدفه، كل شيء يكون مدروس. يعني نحط لو باكي كل ما هو جزائري نخرجوا انا ونبينوا ونظهروا من خلال المسلسلات تاعي، لانها تعبر على هويتي. حتى اللهجه، يقول لك اللهجه الجزائريه صعيبه، لا صعيبه، احنا تعلمنا اللهجات كلها تاع الناس من خلال المسلسلات تاعهم. اللهجه الجزائريه تفرض نفسها، شوفي من خلال كره القدم فقط كيفاش قدرنا نفرضوا نفسنا في بعض العادات والتقاليد، ولو يهضروا علينا في مواقع التواصل الاجتماعي الجزائري منرفز بصحنين ونيته مليحه وقلبه بيض، يعني هذه الامور كلها تزيد فيك بالرغم يعني من كل النقائص. صحيح، وشفنا اليوم في بعض المسلسلات انه حتى في حتى من الوجوه من مختلف جهات الوطن ممثل الدولة الجزائرية بجغرافيتها الله يبارك يظهروا بالزي تاعنا يتكلموا اللهجة تاعنا في الترويج، يعني هيك ما قلتي حتى في المسلسلات أو الأفلام إذا كانت فيه مناسبة خطوبة أو زفاف نلبسوا لباس جزائري، نتمنى أنه هذا يؤخذ بعين الاعتبار. رانيا نرجع إلى مسار كفنانة، أكيد الفنان لما يقترح عليه دور أكيد يقرأ سيناريو ويتفق مع الكاتب أو المخرج، ما نعرفش بزاف الحيثيات كيفاش يتم في الكواليس، لكن على العموم أعلم أنه يكون مخرج. فيه اتصال. كيف تتم أو كيف تختار الفنانة فنانتنا القديرة رانيا سيروتي أدوارها الفنية؟ لأعود لأتحدث عن أحد أهم الأدوار في ربما في السينما بصفة عامة وفي التلفزيون، يقولوا الأدوار المركبة أديتي المتشردة، لكن احكي لي أولا كيف تختار رانيا سيروتي أفلامها أو أدوارها؟ هي شوفي الاختيار يعني هو اختيار كما يقول لك عنده نفس المعايير، يعني أنك تقرأي السيناريو لازم يعجبك كما أي قارئ في أي كتاب أو مسرحية أو أي عنوان أو بيت شعري تقرأيه، كاين انطباع الوهلة الأولى، يعني هذاك الانطباع هو اللي يخليك يا تحبي هذاك العمل يا ما تحبيهش. الانطباع الأول بصفة عامة حتى احنا في الدراسات النقدية يقول لك الانطباع الأول سجليه،
حتى وان كانوا بعد في النقد تظهر لك اشياء اخرى. عامه الانطباع الاول دائما يكون فيه قدر كبير من الصحه. يعني الانطباع الاول ايضا المخرج اللي حنا نتعامل معاه اكيد راح يكون كاين تخوف كي يكون مخرج ماشي مولف نتعامل معاه، ما نعرفش طبعه، خاطر احنا نتناساو ايضا ان الميدان الفني بالاضافه الى الجانب التكويني، جانب العلمي، الجانب الاكاديمي، الجانب ايضا كاين الجانب الانساني. يعني اهم جدا، مهم من المهم جدا انك تكون عندك رساله من وراء هذا الدور. لا مش هذا واش نقصد نقول، عفوا، يعني قبل ما نلحق للدور باعتبار انه فيه معاملات، فيه سلوكات، كاين بلاطو، كاين فريق، كاين مخرج، كاين منتج، هذه الاشياء لازم كما يقول لك. وفي بعض الاحيان يقول لك الممثل يمكن عنده دي كابريس، يعني عنده هكا يحب يدلل يتفشش فوق في البلاتو. لا لا، في بعض الاحيان تقدري تحب توقفي العطاء تاع ممثل كي تقيسيه بحاجه. صح. عنده حس مرهف وايضا هو انسان ككل الناس، فقط يقدر كاين طريقه تعامل، كاين اسلوب، كاين تربيه. احنا كي يكون عندنا نركزوا على جانب التربيه، يكون واحد مربي ويعرف يتكلم ويعطيك قدرك ومكانتك، اكيد راح انت تفرغي. وبغض النظر عن يمكن كل انسان عنده لي ديفو تاعو، يعني عنده العيوب، لكن كفريق عمل انا نتحمل العيوب تاعك، خاطر على بالي بلي راكي في حالة إبداع، لازم نحطك في هذيك الوضعية اللي تكوني فيها كل شروط الراحة، كل شروط الراحة من أجل، حتى وين كانت تقلقيني أنت لو كان نخرج برا بالك معليش نتغاضى يعني في الحقيقة. فوالا، دونك هذاك اختيار المخرج أيضا مهم جدا في اختيار الدور، من بعد باش نلحقوا للدور في حد ذاته، يعني العمل على الدور إلى آخره. طيب نرجعوا اليوم إلى كثير من الفنانين يقولوا، وأنا نتابع الشأن الفني كذلك، أنه بعض الفنانين في صعوبة في قبول أدوار مركبة، وأنت قبلتي دور مركب اللي هو المتشردة، احكي لي شوية على هذا الدور رانيا، وانت كنت على ما اعتقد وهذا صحيح انك كنت فعلا يعني تخرجي ما كانش تمثيل، يعني كنت فعلا تؤدين دور المتسولة او المتشردة. شوفي يعني قولي لي كيفاش قبلتي اولا هذا الدور؟ قبلته بدون اي تردد، يعني انا قلت لك في الثمن الحلم، يعني بزاف ناس على بالهم لانها جازت في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال بعض القنوات. كانت صدفه، يعني كنت نلعب دور الفتاه كي كانت صغيره فقط، يعني الصدفه اني السيده دليله حليلو نقولها صحه عيدك بهذه المناسبه، كانت يعني انسحبت من الدور اللي كان عندها امور يعني مهمه جدا ما قدرتش تكمل. دونك على هذا الاساس اللي انا قبلته بدون اي تردد، كان الدور كبر ولات عنده حجم وعطاتني يعني الفرصه الحاج رحيم الله يرحمه هذاك الوقت، يعني كان شرف كبير بالنسبه لي. ما كانش عندي هذاك الفرصه اني نقبل ما نقبلش نخير، خاصه في البدايات. وحاولت نخدم من قلبي، هذه هي دوك الانسان لازم يامن بالشيء اللي يدير فيه، هذه المبدا الاول، ما فيها لا احترافيه لا هويه لا نعرف انا عندي تجربه، فيها اول شيء هي الايمان، تامني بالشيء اللي راك ديري به. صح. تامني به وتخدمي بصدق. يعني حتى احنا في التكوين يقولنا من خلال المدارس الفنيه الموجوده يعني على المستوى الاكاديمي، يقول لك اول شيء اهم شيء هو المخيله والايمان بالشيء، يعني باش تقدري تمديها شعور صادق. الشعور هو يعني كنتيجه كتتويج اخير. يعني كنا نتكلموا على اختيار الادوار، ولات على الموضه الدور التركيبي، دور مركب، دور غير مركب. انا بالنسبه لي كل الادوار مركبه، حتى ابسط دور. بالعكس كي تلعبي دور، باسكو تفرقي بين دور مركب ودور عادي، الدور المركب عادة يكون بعيد نوعا ما عن طبيعة الممثل في حد ذاته، لكن من الصعب جدا انك تأدي دور، ما نحبش كلمة تلعبي بزاف، تأدي. حتى الأستاذ مالك العقول كان يسمعني يقول لي واش تلعبي؟ تقولي واش تلعبي؟ نأدوا الأدوار، نحييه بالمناسبة أيضا. كي تأدي الدور تأديه قريب منك، صعب جدا انك تجسدي نفسك في عمل ابداعي. يعني تكوني في دالاب ومام، يعني تكون، يعني انا بالنسبه لي كل الادوار مركبه وصعبه. يبقى كاين دور يطلب منك مجهودات اكبر باش تلحقي نفسيه معينه، يمكن تكوني مع اجتهاج، ولا يمكن الظرف هذاك ما تكونيش محطوطه نفسيا في نهارك كما يقولوا، خاصه في السينما، باسكو في المسرح عندك الوقت
باش تتفاعلي مع الدور. في السينما كاين تقطيع، كاين اكسيتها، يعني هذا هو اهم شيء بالنسبه لي. يعني التركيب ماشي نقول ماشي صعيب، ماشي نقول حاجه سهله، لكن بالعكس هو تحدي. في كل مره عندك دور مركب، في كل مره عندك دور بصفة عامة بسيط أو مركب، راح تحاولي أنك تكوني قريبة للجمهور من خلال الصدق اللي تعبري به. طيب أستاذة والفنانتنا القديرة رانيا سيروتي، قبل نقول لك كلمة في الختام، سؤال خلاص داي اليوم مفتوح، عندنا كثير من الفنانين اليوم راح يكونوا معنا إن شاء الله، كل واحد ياخذ وقته، لكن أكيد سنعود في لقاءات على حدا، يعني في كل مرة نستضيف النجم. في دور تتمنيه انك تقمصيه مثلا؟ كل الادوار، مثلا كل الادوار لشخصيه جزائريه تاريخيه، خاصه من الجانب التاريخي ايضا عندنا نقص كبير. ايه؟ اسماء كبيره ما نقدروش نختاروا واحد، نخلوا واحد الله يبارك. التاريخ تاعنا يعني مرصع وغني بالشخصيات التاريخيه الكبرى، خاصه المراه كانت عندها دور كبير وما عطيناهاش حقها، خاصه في السينما الجزائريه. شكرا، نعطيك الصحة في الختام. يسلمك صحة دينك. لكن في الختام لا يسعني إلا أن نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، على هذا اللقاء الشيق، يعني جاز الوقت بسرعة بسرعة. أيضا نحيي جمهورنا اللي يعني سمحت لنفسي دخلت البيوت مع صباح ربي بهذه المواضيع، يمكن شوية دسمة مواضيع دسمة. نقول عيد إن شاء الله كله أمل، كله تحدي. عجبتني كلمة تحدي اللي استعملتيها في البداية، مقاومة وتحدي، لأن الفنان يقاوم ويتحدى. إذا نتمنى عيد إن شاء الله يكون بالفرح والصحة خاصة، وأيضا بالمثابرة والعمل والإبداع الفني. وشكرا. إن شاء الله. شكرا جزيلا لفنانتنا القديرة الأستاذة رانيا سيروتي على الحضور. كل عام وأنت بألف خير. إن شاء الله نشوفك دوما عبر شاشة التلفزيون الجزائري في أعمال مختلفة. طبعا متواصلون معكم مشاهدي الكرام في هذا اليوم الخاص والمفتوح إلى تمامية الواحدة بحول الله، من خلال استضافة الكثير من الفنانين في مختلف الطبوع. أن نتحدث كذلك عن الفن الجزائري والأسماء الفنية، عميد الأغنية الشعبية الفنان المرحوم عمر السعيد.